المقدمة اللي صاحبنا في المقدمة ده بل يمكن يكون المقدمتين انت عارف عند الصفحة نفس الصفحات هو مصور على ده كويس اللي صور وصور محدش الكتاب صور النسخة اللي في النت ايوه اللي هي دي وخد الكتاب كده اتبهدل صفحة 96 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحابته اجمعين والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيك إن الله لا يخلف الميعاد وبعد لقد وصلنا عند قوله رضي الله تعالى عنه في السنوسية الكبرى شرح العلامة الشيخ السنوسي لحاشية الشيخ إسماعيل الحامدي رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. وصلنا عند قوله فصل ينبغي أن تقدم قبل الشروع في شرح مسائل الفصل مقدمتين تمس الحاجة إليهما المقدمة في الأولى في حد علم الكلام وبيان موضوعه وفي تفسير ألفاظ تستعملها العلماء في هذا العلم أما حقيقة علم الكلام فهو العلم بأحكام الألوهية وإرسال الرسل وصدقها في كل أخبارها وما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به وتقرير أدلتها بقوة هي مظنة لرد الشبهات وحل الشكوك هكذا حده الشيخ ابن عرفة رحمه الله تعالى قال فيخرج علم المنطق يعني بهذا الحد ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية على أهل كل قدر يشق الوصول منه إلى غيره وحده ابن التلمساني بأنه العلم بثبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه من جواز العالم وحدوثه وإبطال ما يناقض ذلك ورده الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه لخروج أحكام المعاد وأما موضوع سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى والله شيخ على الحاشية قوله ينبغي أن يستحسن قوله تمس أي تلمس يعني بين يدي هذا
العلم أو بين يدي الشروع في هذا العلم يستحسن أن يذكر مقدمتين عشان الحاجة إليهما ماسة. المقدمة الأولى في حده، يعني في حد هذا العلم وبيان موضوعه وفي تفسير ألفاظ تستعملها العلماء، ويأتي أيضا مقدمة ثانية هيذكر لنا مقدمة أولى ومقدمة ثانية. فين المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية هتأتي في صفحة 101. الآن في ذكر المقدمة الأولى، وهاتان مقدمتان ينبغي أن يقف عليهما الدارس لهذا العلم، هو علم علم الكلام. فالمقدمة الأولى أنه حيذكر فيها المبادئ العشرة للعلم، أو حيذكر فيها معظم المبادئ العشرة، فهذه تسمى مقدمة علم. أما المقدمة الثانية أيضا حتأتي في العلم، فهناك مقدمة علم وهناك مقدمة كتاب. مقدمة العلم اللي هي المسائل العشرة اللي ينبني عليها الشروع في هذا العلم. إيه الفرق بين مقدمة العلم وبين مقدمة الكتاب؟ اللي هي المبادئ العشرة. طب ما مقدمة الكتاب؟ يعني المقدم الخطبة اللي هي بين يدي الكتاب، اللي هي فيها براعة الاستدلال أو الإشارة إلى هذه، تسمى مقدمة كتاب، لأنها عبارة عن ألفاظ يتوقف عليها الشروع في هذا الكتاب. خلاص. أما مقدمة العلم عبارة عن مسائل يتوقف عليها الشروع في العلم، يعني نفي الجهالة، فائدة العلم، اسم العلم، يعني نسبة العلم، حكمه، مسائله، اللي هي المبادئ العشرة. لأنه من غيرها كيف ندخل في العلم ونحن لا نعرف اسمه ولا موضوعه ولا فائدته؟ فهذه تسمى مقدمة علم. أما مقدمة الكتاب عبارة عن ألفاظ خلاص تقدم بين يدي الكتاب للاستفتاح. الله قوله الناس اعتدوا وباب مفتاح مصر، يعني عاوز اقول لك ده مس يمس او مس يمس، زي من باب فرح، ما فرح يفرح، مس يمس نصر ينصر، مس يمس مش كده؟ يعني هي تنفع يمس وايه زي يفرح، وتنفع يمس يمس زي زي ينصر. قول التقدير هي مقدمة علم حيث حوارها على الحق. يعني هنا لما قال لك ينبغي أن مقدمة مقدمتين، فراح قال لك قوله المقدمة إلى آخره، المقدمة الأولى وكذلك الثانية هي مقدمة علم. خلاص كده. ليه مقدمة علم؟ لأنها تحتوي على الحد والموضوع مش كده؟ وترك الغاية وهي تصحيح الإيمان، يعني الحد والموضوع والغاية والثمرة والنسبة والواقع والاستمداد وحكم الشارع، كما قيل إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم فضل ونسبة والواضع ونسبة استمداد وحكم الشارع ومسائل البعض البعض الثمرة. يبقى هو ترك هنا
ترك منها يعني من المبادئ العشرة ترك الغاية أو الثمرة. إيه هي الغاية؟ تصحيح الإيمان. خلاص كده؟ يعني ما الغاية أو ما الهدف من وراء دراسة هذا العلم؟ تصحيح الإيمان. ونصفه وهو علم أصول الدين وعلم التوحيد وعلم الكلام. يعني هذا الفن له ثلاثة أسماء: علم أصول الدين وعلم التوحيد وعلم الكلام. والبعض قالها بحذف المضاف تبقى إيه؟ التوحيد الكلام أصول الدين. يبقى الأسماء كام؟ ستة. يا إما تقول علم التوحيد أو التوحيد أو علم الكلام أو الكلام أو علم أصول الدين أو إيه؟ يبقى كام اسم دلوقتي؟ ستة. والسابع هو إيه؟ العلم الإلهي، لأنه يدرس الأحكام المتعلقة أو التي تضمنتها الألوهية. يبقى له كم اسم؟ سبع. يبقى إذن علم التوحيد أصول الدين، يعني هم ثلاثة: أصول الدين، علم الكلام، علم إيه؟ التوحيد، مش علم العقيدة. ليس هذا الاسم مذكورا في كلمة العقيدة. وعلم إيه؟ التوحيد. محدش قال علم العقيدة، علم إيه؟ التوحيد. علم التوحيد أتكلم على الأسماء. علم التوحيد اسمه علم التوحيد، أو اسم التوحيد من غير كلمة علم، أو اسم أصول الدين أو علم أصول الدين. كده له اسمين، يعني إما تقول علم التوحيد أو تقول التوحيد. كده كام اسم؟ ستة. والسابع هو العلم الإلهي. فهمت؟ والاسم وهو علم أصول الدين وعلم التوحيد وعلم الكلام. يبقى ما حدش يقول علم العقيدة. خلاص؟ والحكم والوجوب العيني على كل الكلام. والحكم يعني ايه؟ حكمه هو الوجوب العيني فيما يكون واجبا عينيا، أو الوجوب الكفائي فيما يجب على الكفاية، لأن هناك مسائل لا تجب على ايه؟ لا تجب على كل شخص بعينه. والله أعلم. وهو أحد أهل الأشعري، ومن تبعه بمعنى أنه دور كله ورأس الشبه، وإلا معلوم أنه لا أبيه دون أبيه. والواضع يعني من حيث تدوين الكتب أو ترتيب المسائل أو رد الشبه هو مين؟ سيدنا أبو الحسن الأشعري. أما يعني من هذه الواضع من هذه الحيثية خلاص. أما الكلام نفسه أو العلم نفسه جاء به الأنبياء، جاء به كل نبي، هو التوحيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه. فكيف يكون جاء به كل نبي ويكون الواضع هو الإمام مين؟ أبو الحسن الأشعري ومن تبعه. فذكر لك الحيثية، يعني نقول إن أبا الحسن هو الواضع من حيث التدوين ورد الشبه وترتيب المسائل، وليس من حيث الأصل اللي هو إيه؟ التوحيد أو العقائد التي تضمنها هذا العلم. والمسائل هي القضايا المختلفة فيه لبراهين العقلية والنظرية. يعني ما هي قضايا؟ ما هي مسائله؟ هي القضايا المثبتة فيه بالبرهان العقلي والبرهان الايه؟ النقلي. والاستدلال وهو مستمد من الكتاب والسنة. يعني مستمد منين؟ من الكتاب والسنة، وكذلك من الأدلة العقلية. والنسبة له هي أنه أصل لعلوم الدين وما سواه فرع عنه. نسبته نسبة علم الكلام إلى غيره من العلوم الإسلامية أنه أصل.
وسنوضح كيف أنه أصل وغيره فرع، مع أن هناك أصل آخر اللي هو أصول الفقه، مش ده أصل ده؟ الفقه مش من الدين، فكيف يكون علم الكلام هو الأصل ولا يقال في أصول الفقه هو هو الأصل مع أن كلاهما أصل؟ والأظهر أنه أشعر بالكون الكوني متعلق بالله ورسوله، وما يدفع ذلك وهي مقدمة الكتاب أيضا من حيث احتواءها على أمراض الرجال وأخطار الشهور في ذلك الكتاب عينه. هنبدأ كده ندي فكرة مبسطة في شرح هذه المبادئ، لأنه هيتوقف عليها الشروع في هذا العلم. قلنا أول حاجة اسمه والحد والموضوع والواضع والاستمداد والمسائل والنسبة والفائدة اللي هي الثمرة أو الغاية، وحكمه وفضله وما يتعلق. في ناس زادت على العشرة، يعني مش لازم عشرة على سبيل الحصر، في البعض زاد ثلاثة على العشرة. اسمه قلنا يسمى بكم اسم؟ بثلاثة أسماء وتؤول إلى سبعة: أصول الدين، علم التوحيد، علم أصول الدين، علم التوحيد، علم الكلام، ويقال بحفظ بحذف ويقال بحذف لفظة علم في الثلاثة، فتكون الأسماء كم؟ ستة. ويسميه بعضهم بالعلم الإلهي فتكون سبعة. طيب ما وجه تسميته بأصول الدين؟ يعني ما وجه احنا قلنا هو أول اسم ده اللي هو أصول الدين. طبعا معروف وجه تسميته بالأصول لأنه يتعلق بالإيه؟ يتعلق بأصول الدين ولا يتعلق بالفروع، مش كده؟ يبقى أما وجه تسميته بالأول، طبعا قلنا ما معنى الأصل في اللغة عم الشيخ ناجي؟ الأصل هو ما ينبني، يعني معناها إذا كان هو أصل يبقى كل العلوم الأخرى منبنية عليه، وتكون العلوم الأخرى بالنسبة له فروع أو فرع. واضح كده؟ لأن الأصل في اللغة ما ينبني عليه. يبقى أما وجه تسميته بالأول فلأن سائر العلوم الدينية مبنية عليه، غير هذه النقطة لنا لفت أنظاركم ليها، غير أن هذا اللقب اللي هو أصول الدين لا يختص بهذا العلم، بل يشاركه فيه أصول الفقه، لأن الدين ضربان اعتقاد وعمل، ولكل منهما أصل يصدق عليه أنه أصل الدين. يعني العمل له أصل والعمل من الدين، والاعتقاد له أصل والاعتقاد من الإيه؟ يبقى الاعتقاد والعمل لكل منهما أصل يصدق عليه أنه أصل الدين، لكن كثر أو شاع أو غلب إطلاقه على الأول، ولكن الثاني سمي بأصول الفقه وليس أصول الدين، مع أنه أيضا الفقه من الدين. يبقى كل ما في الأمر أن تسميته أصل الدين غلبت على الأول، وكل منهما من أصول الدين، لكن غلب على الأول أصول الدين وعلى الثاني أصول الفقه، وكل منهما أصل للدين. واضح كده؟ أما تسميته بالثاني يعني هو علم التوحيد، هذا واضح جدا لكل ذي عينين، لأنه مشتمل على توحيد الله تعالى، مع أنه اشتمل على مباحث أو مسائل أخرى، ولكن هذا تسمية له بأشرف أجزائه، يعني فيه الوحدانية وفيه غيرها من الإيه، فهذا من باب التسمية له بإيه؟
بأشرف أجزائه. وإذا أردنا أن نبحث ما هو أشرف وأعظم شيء ندرسه في هذا العلم هو مبحث إيه؟ وحدانية الله تعالى، لأنها ينبني عليها إيه؟ الإيمان والدين والحساب والجزاء والجنة والنار، ولأجلها نصبت القبلة وعليها أسست الملة، ومن أجلها قام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار بسبب إيه؟ توحيد الله سبحانه وتعالى. طيب، أما الثالث اللي هو إيه؟ علم الكلام. فلأن أهل الكلام يصدرون مباحثهم بقولهم الكلام في كذا، كان زمان كده يكتب الكلام في القدرة، الكلام في العلم، الكلام في السمع، وهكذا كان كده الأبواب، وما زالت في كتب قديمة هكذا الكلام، كان العناوين كلها إيه؟ الكلام الكلام. وقيل هذا وجه، وقيل لكثرة الكلام فيه، يعني الآراء كثيرة والنقد والترجيح، وقيل لأن أهل الظاهر كانوا إذا سئلوا عن مسألة من مسائله قالوا هذا مما نهينا عن الكلام فيه، فاشتهر بذلك حتى وقعت الإضافة. كانوا الجماعة اللي هم من أهل الظاهر أول ما تيجي مسألة يقول في هذا شيء نهينا عن الكلام فيه، فأصبح أي حاجة في الموضوع ده سموها إيه؟ نهينا عن الكلام فيه، نهينا عن الكلام، نهينا عن الكلام، فوقعت الإضافة إلى ما نهينا عن الكلام فسمي علم الكلام. هذا إيه؟ وجه. يعني جات لنا من بره. وقيل لأن مسألة الكلام اللي هي مبحث صفة الكلام أهو قديم أم حادث، سبب لوضع التصانيف فيه. يعني صفة الكلام حادث إيه؟ مشاغبات ومنازعات وخلافات كثيرة بين الفرق، ووضعت أو كانت هذه المسألة سببا لوضع التصانيف والتآليف. فلما كثرت التصانيف والتآليف في صفة الكلام أطلق على العلم كله هو إيه؟ علم الكلام. يعني زي إيه؟ صفة الوحدانية غلبت فسمي بالتوحيد، وهنا كثر النزاع أو كثرت التآليف والتصانيف في صفة الكلام فسمي العلم اللي هي فيه بهذه الصفة وحدها، مع أنه يشمل إيه؟ غيرها أو يشمل مباحثها. وقيل لأنه كثر فيه الكلام مع الخصوم والرد عليهم ما لم يكثر في غيره. يعني ما فيش علم كثر فيه الكلام جدا مع الفلاسفة والمعتزلة والمرجئة والسلفية والمجسمة والكرامية والوهابية إلا هذا الإيه؟ العلم. وقيل لأنه يورث قدرة على الكلام، يعني إيه؟ يدي لك قوة فسمي إيه؟ علم الكلام. يورث قدرة على الكلام في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات، يعني المنطق يدي لك قوة على إيه؟ على الكلام في الفلسفة، وهذا يعطيك قوة على الكلام في العلوم الإيه؟ الشرعية. وقيل وده سبب، يعني كان يقول سيدنا الشيخ مصطفى امرأة كان يقول ايه؟ لأنه هو الذي يستحق أن يسمى كلاما، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام. لما نيجي نتكلم في مسألة واحد يجيب ايه؟ دليل قوي، اهو ده الكلام. يعني كأن غيره بالنسبة له لا يسمى كلاما. وأما الرابع اللي هو آخر حاجة اللي هو إيه؟ العلم الإلهي. مش قلنا ثلاثة يوصلوا ستة، واحد ثاني اللي هو الرابع المقام سبعة.
الرابع العلم الإلهي، فلأن المقصود من هذا العلم معرفة الإله، يعني بما يجب له وما يستحيل وما يجوز. طيب الواضع له أو أول من بحث فيه واضعه الإمام الأشعري. الإمام الأشعري اسمه إيه يا شيخ محمد؟ اسمه علي. هو تفتكر الأشعري أبو موسى، ده أبو موسى جد صحابي، وهو اسمه علي بن إسماعيل بن بشر بن إسحاق بن إسماعيل بن عبد الله ابن موسى ابن بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري الصحابي. يعني شوف كم واحد بينه وبين أبو موسى مسافة. علي ابن إسماعيل بشر إسحاق ثلاثة، إسماعيل أربعة، عبد الله خمسة، موسى ستة، بلال سبعة، أبي بردة ثمانية. بين وبين مين؟ وبين سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه أبو موسى الأشعري قيس. أبو موسى الأشعري اسمه قيس، قيس بن عبد الله تقريبا. أبو الحسن الأشعري اللي هو علي، وذلك أي واحد كنياته أبو الحسن يبقى اسمه إيه؟ اسمه علي. وكان مالكي المذهب اللي هو مين؟ ولكن البعض حقق أنه ابتدأ شافعيا ثم صار مالكيا، يعني في بعض الطبقات مذكور مع الشافعية، يقول هو بدايته كان في شافعيا ابتداء ثم استقر الأمر على أنه إيه؟ مالك. إليه تنسب جماعة أهل السنة. لما يقال أهل السنة والجماعة نسبة إلى مين؟ إلى سيدنا أبو الحسن الأشعري. البعض بيفهم خاصة السلفية أو من قال أهل السنة يفتكروها نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل، عشان كانوا يقولوا عليه ناصر السنة أو أمام أهل السنة. شفت ناس مغفلين كانوا بتوع الجمعية الشرعية يقول لك إيه على اللي يمسك رئيس الجمعية الشرعية يقول لك عليها إمام أهل السنة. لو إحنا عندنا دلوقتي يعني حطوا مثلا مكان في مكانة أبو الحسن الأشعري أو في مكانة الإمام أحمد. فمرة بسأل واحد مين إمام أهل السنة، فقال لي على الراجل اللي كان ماسك الجمعية الشرعية. لا غير السبكي، السبكي كان إماما رضي الله عنه. إليه تنسب جماعة أهل السنة، وكانوا قبله قبل الأشعري كانوا يسمون بالمثبتة. ليه؟ إذ أثبتوا ما نفاه المعتزلة. يعني دول كان يثبتوا والمعتزلة كانوا إيه؟ فقبل ما تظهر كلمة الأشاعرة أو أهل السنة كان يقال لهم إيه؟ المثبتة. إذ أثبتوا ما نفته مين؟ المعتزلة. منه كان قبل الإمام الأشعري كان شيخه كان إيه ابن كلاب كان إيه نفس العقيدة من ضمن إيه مشايخه. استمداد هذا العلم ما توقف عليه الشروع في مسائله، فهي الأحكام الثلاثة الوجوب والاستحالة والجواز من حيث إيه تصورها. وهنا لما تكلمنا في إيه في استمداده قال مستمد من الإيه من الكتاب والسنة. مسائله هي القضايا التي تثبت فيه بطريق القصد، وهي القضايا المثبتة فيه إما بالبراهين العقلية كثبوت الصانع وما له من الصفات المصححة للفعل، وإما بالدلائل العقلية إما بالدلائل النقلية. يعني في أمور تثبت بالدليل النقلي فقط اللي هو اللي هي من باب الايه من باب السمعيات. فالسمعيات كلها لا مجال فيها للايه للعقل.
نسبته قلنا بالنسبة بالنسبة إلى غيره من العلوم يعني إلى العلوم الدينية كالتفسير والحديث وأصول الفقه والفقه وهو إيه أصل وهي إيه فروع أو نسبة الجزء الكلي إلى إيه إلى جزئية وهو كلي وهي إيه جزئيات فهو كلي لها وهي جزئيات لها وذلك لأن المفسر ينظر في الكتاب فقط مش كده المفسر بينظر في إيه في القرآن والمحدث ينظر في إيه في الحديث أو في السنة والأصولي ينظر في الدليل الشرعي فقط والفقيه ينظر في فعل المكلف والمتكلم ينظر في الأعم وهو الوجود شوف المفسر بينظر فيه في القرآن في الكتاب والمحدث فيه في السنة والأصولي في الدليل في الحجة والفقيه في فعل المكلف هل جائز هل واجب هل الأفعال إيه الأحكام التكليفية الخمسة والمتكلم ينظر في الأعم وهو الوجود فيقسمه إلى قديم وحادث وينظر في الحادث فيقسمه إلى قائم بنفسه وإلى قائم بغيره القائم بنفسه هو إيه والقائم بغيره هو إيه ثم ينظر في القديم أنه واحد لا كثرة في ذاته ولا يتركب وأنه يجب له أوصاف هو القديم وتستحيل عليه أوصاف وتجود في حقه أحكام وأن الفعل جائز في حقه وأن العالم كله حادث له إيه له صانع حادث من صنعه وأنه أي العالم دليل عليه وأن بعثة الرسل جائزة وأنه تعالى يصدقهم كل هذا من نظر مين؟ من نظر المتكلم ينظر في القديم وهو كذا وكذا وينظر فيما يجب له من صفات وما يستحيل وينظر أيضا في العالم من حيث أنه دليل على وجود خالقه وأنه صنعة له وأنه جائز عليه العدم وأنه يستحيل عليه القدم وينظر إلى بعثة الرسل أنها جائزة وأن الله تعالى يصدق الرسل بالمعجزات وأنه واقع هذا الجائز إلى هنا ينتهي حكم العقل ويتلقى بعد ذلك من النبي يعني المتكلم عند بعثة الرسل وعند الإقرار بتصديقهم بالمعجزات يتحول إلى إيه؟ إلى التلقي من مين؟ من الوحي يتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد عنه من قول أو فعل أو تقرير فإذا تكلم بين المتكلم أن كل ما يرد من قبل الرسول حق كل ما يرد من قبله حق سواء اللي بارد من قبله قرآن أو سنة أو فعل أو غير ذلك فيأخذ المفسر واحدا والمحدث يأخذ واحد يعني المفسر أخذ واحد اللي هو القرآن والمحدث أخذ واحدا اللي هو الحديث والأصولي أخذ واحدا اللي هو إيه الدليل والفقيه أخذ واحدا اللي هو فعل مين المكلف وهذه كلها ثبتت بعلم الكلام فهو كلي لها وهي جزئيات فهنا تفصيل إيه لعلاقة علم الكلام بغيره من الإيه طب بالنسبة للفائدة أو الثمرة أو الغاية لا يخفى أن له فوائد أخروية يعني فوائد ننالها إن شاء الله في الآخرة كالسلامة من العذاب المترتب على الكفر وسيء الاعتقاد يعني براءتنا من التجسيم والتشبيه والإلحاد في أسمائه وصفاته اعتقادنا العقائد الصحيحة السليمة كل ده يترتب عليه النجاة من العذاب في الآخرة وكذلك يترتب عليه منافع دنيوية كرفع القدر ما
وهو لو كنا مجسمة أو مشبهة التجسيم حيؤدي بنا إلى الكفر وإلى عدم الاعتقاد الصحيح ونخرج من الملة ونحن لا نشعر، ويبقى هنا نستحق له العقوبة في الدنيا. وكذلك منافعه الدنيوية انتظام المعاش بالعدل ورفع الجور والظلم. أما بالنسبة لفضله فذكر الشيخ السعد التفتزاني في شرح المقاصد قال: لما تبين أن موضوعه أعلى الموضوعات ومعلومه أجل المعلومات وغايته أشرف الغايات، مع الإشارة إلى شدة الاحتياج إليه وابتناء سائر العلوم الدينية عليه والإشعار بوثاقة براهين لكونها يقينية تطابق عليها العقل والشرع، تبين أنه أشرف العلوم. يا أيها المبتدئ لتطلب علما، أيها المبتدئ لتطلب علما كي تصحح حكما، وقد أغفلت منزل الأحكام. خلاص كده، كل علم مثل هذا. أيها المبتدئ لتطلب علما لكي تصحح حكما من الأحكام، أتطلب فقه تطلب لكي تصحح حكما وقد أغفلت منزل الأحكام. يبقى إذن نقل عن السلف في شبهة تستحق الإيه يعني إيه دحضها وإيه ونسفها، أو يعني اللي هي إيه ما نقل عن السلف من الطعن في علم الكلام، بأقوال منقولة عن السلف في ذم إيه علم الكلام أو في النهي عنه. يبقى الجواب في كلمة واحدة: ما نقل عن السلف من الطعن فيه فمحمول على ما إذا قصد التعصب في الدين وإفساد عقائد المبتدئين والتوريط في أودية الضلال بتزيين مال الفلسفة من المقال. يبقى يحمل ما ورد عن السلف من نهي أو طعن أو ذم على إيه؟ على الكلام المذموم وكلام أهل البدع اللي هو فيه توريط في شبهات إيه؟ الفلاسفة، أو فيه تعصب، أو فيه إفساد للعقائد. إذن يحمل ما ورد عن السلف من النهي أو الذم على هذا النوع اللي فيه تعصب. ومما يدل على شرف هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالله. فقال السائل: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم بالله. فأعاد السؤال: أي الأعمال أفضل؟ قال: العلم. فقال السائل: يا رسول الله، أسألك عن العمل وتجيبني عن العلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله، وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل. الحديث ده بحثت عليه فوجدت فيه الحافظ العراقي خرجه في إيه؟ في الكتاب اللي اسمه المغني عن إيه؟ حمل الأسفار في الهامش الإحياء، مطبوع مع الإيه؟ مع الإحياء. ذكر تقريه مين؟ الحافظ العراقي والقضاعي في مسند الشهاب. فلما يقول أفضل شيء العلم بالله، طب ما هو العلم الذي يتصل بالألوهية والنبوة؟ هو علم إيه؟ علم الكلام. ولذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من إيه؟ من عباده إيه؟ العلماء. ولما قال يخشى الله من عباده العلماء، يبقى أراد العلماء به سبحانه وتعالى وبما له من مقام من إجلال مقام الألوهية وتعظيم حقه سبحانه وتعالى. فالعلم الذي بين الله تعالى
خشية العلماء وصفهم بأنهم يخشون الله. العلماء الذين وصفهم الله في هذه الآية هم العلماء الذين وصلوا إلى معرفة مقام مين؟ مقام الألوهية. ولذلك تجد مثلا في استدلال يعني معلوم أن العلم الذي يستلزم الخشية هو العلم بالله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى بعد استدلال حريك مثلا آية تمدح أو يعني تبين لك فضل أو شرف علم الكلام، الدليل اللي استعمله سيدنا إبراهيم مع قومه هل كان دليلا عقليا ولا نقليا؟ لما أفل قال اللي هو حواره مع قومه مش كده، ولما جن عليه الليل رأى، فهذه سماها الله تعالى استطاع سيدنا إبراهيم أن يقيم الحجة على إيه؟ على قومه مش كده، وحاجه إيه؟ قومه. فلما أقام سيدنا إبراهيم الحجة لم يقل تعالى وتلك حجة إبراهيم، قال وتلك حجتنا، فنسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهي حجة إيه؟ عقلية قامت عليها الأدلة الإيه؟ الكلامية. فقوله تعالى بعد استدلال الخليل إبراهيم على حدوث العالم بملازمته للتغيرات، العالم متغير وكله إيه؟ هو نفس الدليل بتاع مين؟ بتاع سيدنا إبراهيم. والله تعالى سماه حجة وأضافها إلى نفسه، فإضافة هذه الحجة إلى الله تعالى تشريف لها، إضافة إيه؟ تشريف. بل حكم سبحانه برفع درجات من فتح له في معرفة الحق ببراهينه. وقد أمر الله تعالى في كتابه، أمر نبيه سيد الخلق بالاقتداء بسيدنا إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طبعا حكمه طبعا قلنا ممكن يكون فرض عين في المسائل وفرض كفاية فيما يكون من باب الكفاية. هذه مقدمة مهمة ينبغي عليها أو ينبغي للشارع في هذا العلم أن يقف عليها قبل الدخول فيه، حتى في بعض الناس يقود في العلم ويكمل فيه سنة وسنتين ويجي يسمع كلمتين في شريط أو واحد يقول بعض الشبهات التي ذكرناها فيتحول، يقول لك لا 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 سيبك من قسم العقيدة والفلسفة روح على قسم الحديث عند المشبهة والمجسمة، أو سيبك عند روح على ويترك هذا ليه هذا العلم. لكن لو عرف المقدمات الأساسية المبادئ لا يتركه، بل يعرف أنه أشرف العلوم وأكمله، فلا يترك هذا القسم إلى غيره. يلا قوله هو اللي فاكر نفسه بيدخل قسم الحديث، فاكر نفسه يعني بيتابع السنة. قوله علم الكلام، الإضافة بيانية. هي بيانية يعني العلم اللي هو الكلام مش كده؟ علم هو الكلام. قوله وبيان موضوعه، أي موضوعية موضوعه، والمراد بيان إيه بيان موضوعه، وبعد كده يقول لك لا موضوعية موضوعه، هي موضوعية الموضوع. قال والمراد ببيان موضوعية الموضوع التصديق بموضوعية الموضوع، أي التصديق بأن كذا موضوع العلم، يعني الموضوع غير موضوعية الموضوع. إن هنا بيقول لك المراد بيان موضوعية الموضوع، يعني التصديق بها بأن كذا موضوع العلم، يعني كذا هو موضوع العلم، هذا هو البيان، هو المراد بكلمة موضوع، يعني كذا هو موضوعه، وليس المراد بموضوع يعني تعريفه، لأن هذا من قبيل التصورات، وموضوعية الموضوع اللي هو من باب التصديقات.
وإنما قدرنا موضوعية أن التصديق إنما يتعلق بموضوعية العلم لا بالموضوع، فالموضوع من قبيل التصديقات بخلاف الحد فإنه من قبيل التصورات. يعني إحنا إيه المراد بكلمة موضوع؟ يعني ده هو موضوع، يبقى ده تصديق مش تصور. أما إذا أردنا التصور يعني التعريف اللي هو الحد، فعشان كذا قدر لك مضافا محذوفا، وقال المراد بموضوعه أي بموضوعية إيه؟ موضوعه. قوله أما حقيقة علم الكلام أي حقيقته التفصيلية وهي عين الحد، ولو عبر به لكان أحسن التقدم. يعني بدل ما يقول لك حقيقة علم الكلام كان يقول لك حده، كده كان يقول لك حده يعني تعريفه. قوله فهو العلم. الأحكام جمع حكم، هو العلم بالإيه؟ أما حقيقة علم الكلام فهو العلم بأحكام الألوهية، فهو العلم بأحكام الألوهية. الأحكام جمع حكم، يعني إيه معنى الأحكام؟ جمع حكم بمعنى النسبة التامة. فإن أريد بالعلم النسبة أو النسب فالباء للتصوير اللي هي إيه؟ العلم بأحكامه، خلاص، يعني بأحكام مصورة في مسائل تسمى الإيه؟ الإلهيات. وعشان كده قال الباء للتصوير. إيه معنى الباء للتصوير؟ يعني دايما يقول لك إيه؟ فارفع بضم، يعني ارفع رفعا مصورا بالضم. وكلمة التصوير ده معنى إيه؟ محدث جديد، يعني الباء ليه؟ التصوير، غير الإلساق وغير معاني الباء، أضافوا معنى جديد اسمه إيه؟ الباء للإيه؟ للتصوير، زي ما مثلت لك كده، ارفع بضم، يعني ارفع رفعا صورته الضم. وإن أريد به، وإن أريد به المكلف، لا لسه، وإن أريد به التصديق بالنسب فالباء للتعبير. يعني يا إما يراد بالعلم النسب نفسها أو التصديق بالنسب. إذا أريد النسب يبقى الباء للتصوير، وإذا أريد التصديق بالنسبة فالباء للتعدية، وإن أريد به الملكات فالباء للملابسة. يبقى الباء احتمال لها كم معنى؟ هي هم متى تكون للتصوير؟ إذا أريد النسب. متى تكون للتعدية؟ يعني هل يراد النسبة ولا التصديق بها؟ فإن هم ممكن يراد كده ويراد كده، في أكثر من احتمال. فإن أريد النسبة يبقى الباء ليه؟ طيب، وإن أريد التصديق بالنسب يبقى الباء للتعدية. وإن أريد الملكات، يعني هو الملك الهيئة الراسخة في النفس، يبقى الباء للملابسة. وإنما قدرنا، وإن أريد به التصديق بالنسب فالباء للتعدية، وإن أريد به المكلف فالباء للملابسة، وإن أريد به الملكات، وإن أريد به الملكات فالباء للملابسة. لا، والألوهية، بيقول لك العلم بأحكام الألوهية. الألوهية هي كون الذات إلها، والألوهية هي كون الذات إلها أي معبودا بحق. ما معنى كون الذات إلها؟ يعني كونه تعالى معبودا بحق، لأن الإله هو إيه؟ هو المعبود بحق. ثم إن مراد الأحكام الألوهية الأحكام التي تضمنتها الألوهية، يعني بيقول لك علم الكلام، هو لسه بيعرف، يقول لك علم الكلام هو العلم بأحكام الألوهية. إيه معنى أحكام الألوهية؟ قال لك الأحكام التي تضمنتها الألوهية، مثل ثبوت القدرة، يعني إذا ثبت أنه إله فلا بد من كونه قادرا، أو لا بد من ثبوت القدرة له. إذا ثبوت القدرة هذا حكم من الأحكام، ثبوت القدرة لهذه الذات الموصوفة به، وثبوت الإرادة،
وليس المراد الأحكام المتعلقة بالألوهية من حيث كونها معنى من المعاني أو أنها أمر اعتباري وأنها لا تنقسم، لأن هذه الأحكام لا يتكلم عليها في هذا الفن. يعني خذ بالك، ممكن نبحث الألوهية في أشياء أخرى غير الأحكام التي تضمنتها، فهذه الأحكام ليست من مباحث علم الكلام. يعني لما نقول معنى الإله من آلهة ومشتق من إذا، مباحث لغوية فمش بيبحث فيه من هذه الناحية. فعشان كده قال لك أحكام الألوهية، الأحكام التي تضمنتها وليس الأحكام اللي متعلقة بالمعنى. الصلاة خير من النوم. تعال بعد الصلاة هذا شيخ. لا مش بس مش تاني. كان نصه فاضي، احنا وصلنا لحد الصف ده. التي تضمنتها الألوهية قوله
وإرسال الرسل. الله قوله وإرسال الرسل قال عطفٌ على الألوهية أي والعلم بأحكام إرسال الرسل أي الأحكام التي تضمنها إرسالهم من وجوب الصدق والأمانة إلى آخره. يعني هو العلم، علم الكلام حده يعني تعريفه هو العلم بأحكام الألوهية وأحكام إرسال الرسل. فإرسال الرسل له إيه؟ أحكام، أو القضايا المتعلقة بالرسل لها إيه؟ أحكام، كما أن للألوهية أحكام. فقال قوله وإرسال الرسل عطف على الألوهية، إذا لما يكون الألوهية لها أحكام مش كده؟ يبقى إرسال الرسل له إيه؟ أحكام، أو قضية الرسالة نفسها لها إيه؟ لها أحكام. أي والعلم بأحكام إرسال الرسل أي الأحكام التي تضمنها إرسالهم، يعني إرسال الرسل يتضمن أحكاما وهي إيه؟ وجوب الصدق، وجوب الأمانة، وجوب الفطانة، وجوب التبليغ، وهذه كلها إيه؟ أمثلة. أي والعلم بأحكام إرسال الرسل أي الأحكام التي تضمنها إرسالهم من وجوب الصدق والأمانة إلى آخره واستحالة ألفاظها. وعلى هذا يعني الأحكام التي تضمنها إرسالهم، وأيضا العلم باستحالة أضدادها، فالأحكام التي تضمنها إرسالهم تجب لهم، فإذا كانت واجبة فاستحيل الإيه؟ الضد. فأيضا يجب العلم بأحكام استحالة إيه؟ ضد هذه الإيه؟ الأحكام. وعلى هذا فقوله وصدقها من عطف الخاص صرح به لأجل قوله في كل أخبارها وما يتوقف شيء من ذلك عنه. وصدقها لما قال إيه؟ إرسال الرسل وصدقها، يعني أحكام إرسال الرسل وصدق الرسل، هذا داخل في الأحكام مش كده؟ هذا من باب عطف الخاص على العام. قوله في كل أخبارها أي سواء كانت متعلقة بالأحكام أو لا، يعني كلمة وصدقها يعني صدق الرسل في كل أخبارها، يعني في كل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله في كل أخبارها أي سواء كانت متعلقة بالأحكام أو لا، يعني الرسل جاءت بأحكام تفيد صدقهم في هذه الأحكام، هل هذا هو المراد ولا هو إيه؟ عام. ولذلك قال سواء كانت متعلقة بالأحكام أو لا، فهو إيه؟ عام. قوله وما يتوقف شيء من ذلك عليه، عطف على الأحكام أي والعلم بالشيء الذي يتوقف عليه أحكام الألوهية، وما عطف عليها من أحكام الإرسال فضمير عليه راجع لما كان العلم بأحكام الألوهية وإرسال الرسل وصدقها في كل أخبارها وما، يبقى إذن كل ده إيه؟ راجع لإيه؟ أي العلم بالشيء وما يتوقف شيء من ذلك عليه وما عليه راجع لما، راجع لما، الضمير في عليه راجع لإيه؟ لما. وقوله من ذلك راجع لأحكام الألوهية وما عطف عليه، وما يتوقف شيء من ذلك راجع عليه، راجع لأحكام الألوهية وما عطف عليه. نعم، إيه اللي عطف على أحكام الألوهية؟ أحكام إرسال الرسل وصدقها. قوله خاصا به حال من ما، أي حال كون ذلك الشيء الذي هو مصدوق ما خاصا بذلك الأحكام، يعني ما كان من هذه الأحكام خاصا بهم، فلأجل هذا قال قوله خاصا به حال من ما. نعم.
أي حال كون ذلك الشيء الذي هو مصدوق ما خاصا بذلك الأحكام. ثم إن المراد بالشيء الذي هو مصدوق ما حدوث العالم أو ثبوت إمكانه، اللذان يتوقف عليهما ثبوت بعض أحكام الألوهية كثبوت القدرة والإرادة إلى آخره مما كان. يعني إيه اللي حيثبت القدرة؟ حيتوقف إثبات القدرة عليه على كون العالم حادث، لأنه أو كونه ممكن، لأن الإمكان يحتاج إيه؟ إمكانه يحتاج إلى إيه؟ إلى صانع أو إلى موجب. فلولا حدوث العالم وإمكانه لما عرفنا ثبوت إيه؟ القدرة أو بعض الأحكام المتعلقة بالألوهية. ثم إن المراد بالشيء الذي هو مصدوق ما حدوث العالم أو ثبوت إمكانه، اللذان يتوقف عليهما ثبوت بعض أحكام الألوهية كثبوت القدرة والإرادة. يعني عندما قال لك وما يتوقف شيء من ذلك عليه، يعني كأنه يتوقف ثبوت العالم حدوث العالم أو إمكانه على ثبوت إيه؟ القدرة. ثم إن المراد بالشيء الذي هو مصدوق ما حدوث العالم أو ثبوت إمكانه، اللذان يتوقف عليهما ثبوت بعض أحكام الألوهية كثبوت القدرة والإرادة إلى آخره مما كان دليله العقل، فخرج السمع والبصر والكلام وثبوت بعض أحكام الرسالة كثبوت صدق الرسل في الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية، فإنه متوقف على المعجزة المتوقفة على حدوث العالم. أما الصدق في الأخبار التي ليست اللي هو دليل عقلي خلاص كده، ولذلك قال بعض لأن بعض أحكام الألوهية دليل عقلي والبعض الآخر دليل إيه؟ دليل نقلي، وعشان كده يقول لك مما كان دليله العقل، فخرج السمع والبصر والكلام. يبقى إذن ده ثبوت بعض الأحكام، لأن البعض الآخر يثبت بإيه؟ بالسمع، زي أحكام الرسالة كثبوت صدق الرسل في الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية. هذا ليس متوقفا على الدليل العقلي، إنما ثبوت صدق في الأحكام اللي هي تتوقف عليها الألوهية هذا دليل إيه؟ عقلي. إنما اللي تتوقف عليه الأحكام الشرعية هذا دليله نقلي، لأنه متوقف على المعجزة المتوقفة على حدوث العالم. أما الصدق في الأخبار التي ليست دالة على حكم شرعي فدليله الشرع كالعصمة والتبليغ، وخرج بهذا. أما الصدق في الأخبار التي ليست دالة على حكم شرعي فدليله الشرع، مش كده؟ فخرج السمع والبصر والكلام. نعم كده، وثبوت بعض الوجه استئناف كده معطوفه على ثبوت بعض احكام الالوهيه. نعم، يعني صدق الرسل لما يثبت بالعقل صحيح، لكن الصدق في الاخبار اللي ليس اسمه التبليغ لا يقطع متوقف على الشرع، انها ليست تدل على حكم شرعي. تمام، فدليله الشرع زي العصمه والتبليغ. البعض في احكام الرساله يقصد بالصدق، ده وحده بس اللي يثبت بالعقل. نعم، وخرج بهذه الحال علم المنطق. نعم، لما قال ايه؟ عندما قال وما يتوقف شيء من ذلك عليه خاصا به، او الحال هنا خاصا به اعراب ايه؟ حال. وخرج بهذه الحال اللي خاصا به علم المنطق، فانه وان توقف عليه شيء في احكام الالوهيه وأحكام الرسالة إلا أنه ليس خاصا بذلك الذي توقف عليه، بل يخدم في جميع العلوم، لأن المنطق الاستدلال به عام به قدير، بخلاف علم الكلام الاستدلال به خاص، مع أنه الأحكام اللي هي بعض الأحكام اللي هي دليلها العقل هيتفق علم الكلام مع المنطق فيها،
لكن هذا خاص لعلم الكلام والآخر إيه؟ عام، يعني يجوز الاستدلال به على أي قضية وليس على قضايا الكلام خاصة. نعم. قول وتقرير أدلتها عطف على أحكام، والعلم بأحكام وتقرير، يعني العلم بالأحكام والعلم بأدلة الأحكام أو بتقرير أدلة الأحكام. نعم. أي والعلم بتقرير أدلة الأحكام أعني ثبوت القدرة لله وهكذا. قوله بقوة وتقرير أدلتها بقوة. نعم. الباء للملابسة، أي متلبسا ذلك التقرير بقوة، أي إدراك قوي تام. قوله هي مظنة لرد الشبهات، أي تلك القوة مظنة لرد الشبهات، جمع شبهة، ما يظن دليلا وليس بدليل. يعني لماذا قال تقرير الأدلة بقوة؟ لأنه القوة دي هي التي يظن بسببها رد الشبهات، فعندما يكون التقرير قويا تذهب الشبهة. لماذا قال المظنة؟ لأنه أحيانا تكون الشبهة قوية فيكون التقرير القوي أيضا لا يردها بل يبقي، فمن أجل هذا قال المظنة، أنه في احتمال أنه مع تقرير الأدلة لا تندفع الشبهة بل تحتاج إلى مزيد استدلال آخر. قول وحل الشكوك، قول الفلسفي للسني الذي يعتقد الصانع لما لا يكون العالم قديما، كقول الفلسفي للسني الذي يعتقد الصانع، يعني السني اللي هو من أهل السنة يعتقد ثبوت الايه، فإذا اعتقد بثبوت الصانع يبقى معنى كده العالم حادث وكل حادث لا بد له من ايه. فالفلسفي يقول للسني لما لا يكون العالم قديما، ليه؟ لأن الفلسفية يعتقد قدم الايه العالم، والسني يعتقد ايه، يعتقد حدوثا، فروح يقول له لماذا لا يكون العالم قديما؟ مش كده؟ وما المانع من قدمه؟ فقد أوجب الفلسفي شكا وما قاله ليس شبهة. يعني يبقى إذن في حاجتين، في شبهة وسميت شبهة لأنها تشبه الايه الدليل، وفي أمور تشكيك فقط وليست شبهة. يبقى ما قاله الفلسفي لما يقول لما لا يكون العالم قديما وما المانع من قدمه، هل هذه شبهة؟ لا، هذا تشكيك. فهناك فرق بين الشبهة وبين التشكيك، هنا بيشككك بس لم يقل لك شبهة. ده هو بيشكك، يقول له انت بتعتقد ان العالم حادث ليه ما يكونش قديم، بس ما قال له شبهة تقتضي انه قديم، فعشان كده قلنا هذا تشكيك. قوله الشيخ ابن عرفة هو الامام ابو عبد الله محمد بن عرفة، ابن عرفة التونسي، ليه كتاب اللي هو الجديد اللي هو اسمه المحصل مش كده، او الشامل، الشامل في علم الكلام، شيء اسمه كده. قوله ومن ثم المحصل الشامل او المختصر الكلامي، قوله ومن ثم اي من اجل تعريف علم الكلام بما سبق الذي لا يعرفه الا القليل من الناس، حيث زيد فيه العلم بتقرير أدلة الأحكام بقوة. قوله هو أي علم الكلام بالمعنى المذكور. قوله فرض كفاية أي لا فرض عين، لأنه لا يقدر عليه كل أحد، لأنه لو كان فرض عين لما قدر عليه كل أحد، هو فرض كفاية. قوله قطر أي مكان، وليس المراد به الإقليم،
وقوله يشك بأن كان بينه وبين الآخر يومان مثلا. يعني بين القطر والقطر الآخر يومين سفر حيث في مشقة. نعم. هتروح في يومين ما لو كان مثلا بينه نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين ما فيش مشقة. نعم. لما هنا يومين سفر. قوله بثبوت الإلهية بثبوت الألوهية أي بثبوت أحكام الألوهية أي الأحكام التي تضمنتها الألوهية، والمراد بالأحكام هنا المحكوم به كالقدرة. وقوله والرسالة أي والعلم بثبوت ما تضمنته. يعني عندما يقول أحكام الألوهية يعني الأحكام يعني الأمور المحكوم بها، خلاص كده؟ يعني متعلق الأحكام المحكوم به وليس الحكم نفسه. قوله والرسالة أي والعلم بثبوت ما تضمنته الرسالة كالعصمة والتبليغ والصدق والأمانة. قوله وما يتوقف معرفتها عليه، قال أي والعلم بما يتوقف أي بالأمور التي يتوقف عليها معرفة ما تضمنته الألوهية والرسالة. فقوله معرفتها معرفتهما أي معرفتهما تضمنتاه. معرفتهما يعني إيه؟ الألوهية والرسالة يعني معرفة ما تضمنتاه. نعم. قوله من جواز العالم وحدوده بيان لماذا، والمراد بالجواز الإمكان لأن يكون جائز الوجود والعدم. وقوله وحدوده أي وجوده بعد عدم، والواو بمعنى أو لأن أحد الأمرين كاف. قوله أحد الأمرين يعني الوجود والعدم. لا من جواز العالم وحدوده. والجواز المراد بالجواز الإمكان بأن يكون جائز الوجود والعدم، وقوله وحدوده أي وجوده بعد عدم، والواو بمعنى إيه أو حدوده. لأن أحد الأمرين كافٍ اللي هو إيه؟ الجواز اللي هو الإمكان أو الحدوث. لا هو ذكرهم فوق مثلا الجواز والحدوث، قال الجواز العالم والحدوثي. وهو قال والمراد بالجواز الإمكان. لا إياها. قوله هو الإفطار من جواز قوله وإفطار ما يناقض ذلك أي والعلم بإبطال ما يناقض ثبوت الأحكام التي تقتضيها الألوهية والرسالة، والذي يناقض ذلك هو الشبه والشكوك. والمراد العلم بالأدلة التي بها إبطال ما يناقض ذلك، فاندفع ما يقال الإبطال صفة قائمة بالمبطل، والعلم بذلك ليس من علم الكلام. يعني هو من حيث يظن أن المراد بالإبطال اللي هو الصفة الإبطال اللي هو إيه؟ المراد العلم بالأدلة التي بها إبطال، وليس المراد الصفة القائمة بالمبطل. قوله بفساد عكسه، ورده الشيخ ابن عرفة بفساد عكسه. يعني رد إيه؟ رد هذا الحد أو هذا التعريف. إيه اللي قال هو بيقول إيه؟ وحده ابن التلمساني مش كده؟ بأنه العلم بثبوت الألوهية والرسالة وما يتوقف معرفتهما عليه من جواز العالم وحدوثه وإبطال ما يناقض ذلك. ده تعريف مين؟ طيب جاء الشيخ ابن عرفة اللي هو عرفه قبل كده، مش ابن عرفة قال ايه في تعريف علم الكلام؟ قال ايه؟ هو العلم بأحكام الألوهية وإرسال الأصل وصدقها في كل أخبارها وما يتوقف من ذلك خاصا به وتبرير أدلتها بقوة وهي مظنة لرد الشبهات. وحل هكذا حده ايه؟ الشيخ ابن عرفة. فأخرج علم الايه؟ المنطق. خلاص؟ نعم. بالحال اللي قوله خاصا به. ومن ثم قال غير واحد هو فرض كفاية إلى آخره. جاء بعد كده حده ايه؟ ابن التلمساني فقال هو العلم بثبوت الألوهية مش بأحكام
والرسالة وما توقف معرفتهما عليه من جواز العالم وحدوثه وإبطال ما يناقض ذلك. فالشيخ ابن عرفة رد هذا التعريف غير جامع، لأنه قال بفساد عكسه، لأنه سيخرج أحكام المعاد من علم الكلام بناء على تعريف مين؟ ابن التلمسان. قوله بفساد عكسه أي جمعه، يعني برده، زي ما قلت انت شيخ احمد لما قال كده هذا التعريف بتاع الشيخ ابن التلمساني غير جامع. ليه؟ لانه خرج منه احكام الله، اي برده بانه غير جامع. قوله لخروج احكام المعاد اي احكام المتعلقه بعرض الاجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة عند خروج الروح والصراط والميزان وغير ذلك. هذه الأحكام أحكام القبر والمعاد والقيام والآخرة والحساب دي من مباحث علم الكلام من السمعيات. فبناء على هذا التعريف هيخرج إيه؟ هيخرج هذا الباب كله اللي هو المختص بأحكام المعاد، عود الأجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنة عند خروج الروح والصراط، يعني الأحكام المتعلقة بالصراط والميزان غير ذلك، بخلاف تعريف ابن عرفة فإن أحكام المعاد داخلة فيه. كيف تدخل أحكام المعاد في تعريف ابن عرفة وكيف خرجت من تعريف ابن التلمساني؟ وصدقها في كل، ومما أخبرت به الرسل أحكام إيه؟ المعاد. كذا الله يفتح عليك. قضية تانية رد الشبهة، ما هو بكلمة وصدقها في كل أخبارها كذا دخلت أحكام المعاد لأنها مما أخبرت به الرسل. أما الشيخ ابن التلمساني قال ثبوت أحكام الألوهية وهي ثاني والرسالة وما توقف عليه معرفتهما من جواز العالم وحدوثه، يعني دخلت الألوهية ودخلت النبوات وخرجت أحكام المعاد اللي هي السمعيات. وضحت كده؟ عرفنا كيف دخلت في تعريف مين وكيف خرجت من تعريف مين. وعشان كده الشيخ ابن عرفة ما سبهوش، قال بيه ورده بفساد عكسه. نعم، ما فيش امكان هتدخلها كيف بمزاجة. قد يجاب يعني اي بس ما دخلهاش في التعريف، ما دخلش في الحد. هو ممكن احكام صدق الرسل وصدقها تمام كده. لما هنا لما قال الشيخ ابن التلمسان ثبوت احكام الألوهية والرسالة هيتضمن ما اخبرت به الرسل، بس هيبقى بدلالة ثانية تضمنية او التزامية، بخلاف هنا داخلة مع ايه؟ مع الدلالة المطابقية، داخلة مع الدلالة المطابقية والدلالة الحقائق تستخدم فيها دلالات الالتزام. نعم. قوله لخروج احكام المعاد اي الاحكام المتعلقه بعمق الاجسام لما كانت عليه وثبوت الفتنه عند خروج الروح والصراط والميزان وغير ذلك. بخلاف تعريف ابن عرفة فان احكام المعاد داخله فيه بقوله وصدقها في كل اخبار، فان من جمله اخبارها احكام المعاد وقد يجاب، يعني يجاب اللي هو وده لا من جملة من تصرف الإنسان. عايز أقول لك في هنا اللهم صل على رسول الله وقد يجاب برضو، وجدت هذا في كلام الشيخ الدسوقي أيضا في حاشية للشيخ الدسوقي على الكبرى وليست على حاشية أم البريم، في حاشية ثانية على الصغرى
معظم الكلام اللي قاله الشيخ الحامدي من الحاشري، فهو جاي هي امال ايه هي دي انت اللي تقرب. ولذلك لو انتبهت في اول الكتاب بعد كده شوف في اول الكتاب اللي هو يقول ايه الشيخ اسماعيل الحامد صفحه 9 بيقول ايه هذه حواشٍ جمعتها من كلام الأساتذة على هذا الشرح، هي 90% من الكلام الدسوق بل أحيانا 100% مطابق بالضبط. ولذلك كان المفروض يقول جمعتها من كلام الدسوق خلاص، هو هي نفسها. أنا جبت الحاشة المصورة الصورة ونفس الاعتراضات، بس ساعات بيحذف حجم بالصدق يعني بيختصر يعني ما يبقاش مطابقة. فحاشية الشيخ الدسوقي على السنوسية الكبرى هي نفسها دي اختصرها الحامد أو أضاف عليها بعض الزيادات من الآخرين. وذلك هنا في الأول رجل جمعتها مخطوطة، ما في واحد جابها لي مش أنت؟ أنت صورها فوجدتها هي هي أريك مرة 20 صفحة تلقاهم بالصف بالكلمة لا فيهم تقديم ولا تأخير، أحيانا تلقى حاجات محدودة. قوله يعني الرد ده وقد أجاب ده بتاع الشيخ الدسوق هو اللي جاوب وقال لك لأن قوله داخلة في قوله والرسالة، لأن المراد والعلم بثبوت ما تضمنته الرسالة، ولا شك أنه شامل لجميع ما ذكر، يعني لأن الرسالة تضمنت الإخبار بإيه؟ بأحكام المعرفة، صح ولا لا؟ وقد يجاب بأنها داخلة في قوله والرسالة، لأن المراد والعلم بثبوت ما تضمنته الرسالة، ولا شك أنه شامل لجميع ما ذكر. وحينئذ فلا فرق بين التعريفين. نعم. بين تعريف ابن عرفة وتعريف ابن التلمساني، وإلا فيعترض على ابن عرفة أيضا بأن تعريفه ليس شاملا لنحو القدرة والإرادة، فلولا قلنا التي تقتضيها الألوهية لما دخل ما ذكر، يعني نفس اللي حقوله وأما موضوعه لا كفاية كده، وأما موضوعه فإيه فماهية الإيه الممكنات من حيث إيه من حيث دلالتها. يبقى هنقف إيه في صفحة 98 علم بس كده عليها. وأما موضوعه الموضوع إيه علم الكلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل أفضل أسعد المقرون.